منحوتات ولوحات فنية لحيوان طالما كان الأقرب للإنسان، كتب عنه أدباء وجعله آخرون رمزا سياسيا لهم. هذا ما قاد عبد الرحيم بن عدبو إلى التفكير في إنشاء متحف فني خاص للحمار في مدينة طنجة المغربية لمشاركة صوره وإنجازاته على مر الأزمنة، احتفاء بما قدمه للإنسان من خدمات، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه في المجتمع المغربي وخاصة في الكرة النائية. الفكرة ديال متحف حمار جاتني من واحد الرغبة ديال نحكي تاريخ المغرب ونرد الاعتبار لواحد الحيوان اللي تنستعملوه بزاف يوميا في المدن العتيقة المغربية وفي القرى وتيمشي يجيب الماء وهادي. لم يكن الأمر سهلا على بن عدبو في البداية، حيث كانت فكرة إنشاء متحف مخصص للحمير أمرا غريبا ومثار سخرية، وعلى الرغم من الانتقادات إلى أنه صمم على إنشاء هذا المتحف ليكون هو الأول من نوعه في المغرب، لا سيما من حيث موضوعه القائم على فكرة تكريم هذا الكائن. فاش بديت تنأسس المتحف كان استهزاء، ردود فعل استهزائية أو شوية تعجب، شنو غادي يدير كاع في هذا المتحف؟ وبقيت مصر، بقيت متابر وخدام، ودابا الناس ولاو فاتوا داك المرحلة الأولى الاستهزاء ولاو تيشوفوا بواحد نظرة جديدة على المتحف وتيتعجبوا. المتحف مفتوح للزيارات ويزوره من 5 إلى 10 أشخاص يوميا، وغالبا ما يزوره السياح الذين تعرفوا عليه من خلال الإنترنت. هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها متحفا مخصصا لحيوان وعلى وجه الخصوص للحمار. إنني أقدر حقا تنوع الكائنات المعروضة هنا والتي تساعد على اكتشاف كيفية استخدام الحمير في سياقات مختلفة، سواء كانت سياسية أو تعليمية. أمضى بن عدبو 4 سنوات في تجميع مقتنيات المتحف الذي افتتحه في نهاية عام 2019، والذي يضم نحو 100 عمل فني، بما في ذلك حوالي 20 منحوتة و150 كتابا، كلها تدور حول الحمير.